الالوان. دلوقتي هنتكلم عن مود تاني للسلكشن الالوان اللي هو الكالر بيكر. الكالر بيكر بمجرد ما بنكليك على الفور جراوند كالر او على الباك جراوند كالر بتاعنا بيطلع لنا الفور جراوند كالر، او لو هعمل له اكزيت من هنا وهدوس على الباك جراوند كالر هكليك عليه طلع لي الباك جراوند كالر. دلوقتي الويندو دي فيها اوبشن كتير قوي، بس هما لو قسمتهم هيبقوا بسيط جدا. اول حاجه فيهم انت عارفها اللي هما الار جي بي، ار جي بي كولر اللي احنا بنشتغل بيهم اللي هما موجودين هنا، تمام. الار جي بي انت برضو شفتهم مع الشانلز، اوكي. اللي فوقهم على طول هيو ساتوريشن برايتنس، تمام. اوكي، الهيو ساتوريشن والبرايتنس عشان تفكر فيهم كويس، الهيو هي الدايره بتاعت الالوان، تمام، بتبتدي من صفر وتنتهي عند 360، او الصفر هو 360 لان هي دايره. لو اخدت الانديكيتور ده وطلعت بيه فوق لحد هنا هو عمال بيقول لي ان انا دلوقتي قربت على ال 357 58 59. بص اللي بعدها زيرو، تمام. يعني لو جيت برضو لحد تحت هنا، تمام، القيمه برضو بتاعتي هتبقى 4 3 2 1 زيرو برضو. يعني هو من زيرو لزيرو مرورا بكل الارقام من 0 لحد 359، تمام. وجنب منه في العلامه اللي هي بتاعه الدرجه، ده الهيو دايره الوان. تحتيها على طول في اس وفي بي، ساتوريشن درجه التشبع والبرايتنس. الساتوريشن والبرايتنس عشان تفكر فيهم برضو كويس، افترض ان هنا في اكسس وهمي اكس واي، تمام، زي بتاع الاحصاء. لو انا جيت عند القيمه دي هنا بالظبط ورحت عامل كليك هنا، تمام، درجه الهيو بقت زيرو. طيب لو جيت تحت هنا هحاول ان انا اجي تحتها بالظبط، اوكي، لسه الهيو زيرو زي ما هي، واللي اتغير هو البرايتنس. البرايتنس نط ما بين 1 و99، تمام. يبقى ده بيتحكم في البرايتنس، هيبقى ده بيتحكم في الساتوريشن. يعني لو جيت هنا في النقطة دي بقى 1، لو هاجي هنا في النقطة دي هيبقى 98 أو 99. أوكي، 99، يعني دول من 0 ل 100 وده من 0 ل 359، تمام؟ بيتحكموا في شكل الألوان اللي أنت هتشوفها. طيب كده يبقى إحنا خلصنا الـ Hue Saturation والـ Brightness، أوكي، وشوفنا الـ RGB قبل كده. تعالى أوريك حاجة تانية. في تشيك بوكس موجود تحت هنا، ومجرد ما بنكليك عليه بيقلب لنا شكل الالوان لشكل تاني، اونلي ويب كولرز. يعني انا دلوقتي لو هبتدي اشتغل في ويب سايت وعايز اريستريكت الالوان بتاعتي على الويب كولر بس، انا ممكن اختار ان انا احط التشيك بوكس دي، وهنا كل اللي بيحصل ان هو قلب لي الهيو ساتوريشن والبرايتنس في قيمه ما تخرجش عن قيم اللي ممكن تعرضها على الويب، تمام؟ اوكي. الجزء ده بقى اللي هو الاي بي كولر، دول اغنى نوع من وصفات الالوان، تمام؟ انا بقول لك ان هم اغنى نوع من وصفات الالوان لان هم بيشملوا كل الالوان دي جواهم، تمام؟ عن طريق
زيادة القيمة، يعني انت في الوان ممكن تعبر عنها عن طريق الار جي بي، وانا قلت لك ان الار جي بي قيمة كويسة جدا، لكن ال اي بي اعلى منه كقيمة. حتى في الوان جوه ال اي بي العين البني ادم ما تقدرش تشوفها، الكمبيوتر بيحسبها. فلذلك في حاجات او في انواع من الملفات بيفضل ان هي تتسيف، او الكولر رينج اللي بيبقى جواها ال اي بي تمام، وبعد كده تتقلب لفورمات تاني. الاخرى دول المجموعه الاخيره دي اللي هي السي ام واي كي، دول بتوع الطباعه اللي هم سيان، ماجنتا، يلو، وكي فور كي يعني اللي هو البلاك تمام. تحت كل واحده فيهم بيظهر الدراج او الدراج ايرو، ممكن تتحكم في قيمتهم كده. اوكي هنسيبنا برضو من المود ده وهنرجع للحاجه تانية. انا هخرج بره الحته بتاعت التشيك دي وهوريك حاجه تانية. اول حاجه منهم ان انا ممكن ابيك كولر من هنا واقول له هات سواتشز. السواتشز احنا فاكرينها المره اللي فاتت كان ممكن نضيف لها الوان، المره دي انا ممكن اقاد للسواتشز من هنا. يعني انا هاجي دلوقتي على السواتشز، هقفل دي وهروح على السواتشز تمام. خلينا فاكرين ان هنا هيبان لك هيبان حاجه تانية. انا هكليك على الكلر ده واقول له اد تو سواتشز. اوكي هيحطه لنا ك فاليو وعايز يسميها لنا سواتشز رقم واحد زي المره اللي فاتت ما كنا بنعمل. هقول له كانسل. حاجه تانية عماله بتنط كل ما نتغير ما بين رقم والتاني. شايفين المربع ده؟ ده بيقول لنا كل ما بنروح على قيمة بيقول لنا انا ما ينفعش للويب اهو، warning not web safe color. بمجرد ما بكليك عليه بيصحح القيمة تمام. اوكي لو اخدت مجموعة تانية، انا بص طلعت على الريد اللي هو الار جي بي ريد اللي فوق ده تمام، راح مطلع لي حاجة تانية warning تاني بيقول لي out of gamut for printing، بره تناغم البرينتنج، يعني بره الرينج بتاع الطباعه. يعني ده لو الطبع مش هيظهر بالرقم او باللون اللي انت شايفه، ده الطباعه ما تطلعوش. ايه اللي ممكن يطلع لو عملنا كليك عليه؟ هيديني اقرب لون الطباعه ممكن تطلعه. طيب في حاجه تانية كمان اللي هي الكالر لايبرري. بمجرد ما بكليك على الكالر لايبرري بيروح قالب المود لمود تاني. اول حاجه هو قلب المود هنا للال اي بي اللي هو قلت لك اللي هو المود الغني قوي ده تمام، وحط لنا هنا الوان البانتون، وادانا هنا دروب داون ليست فيها كل الالوان بتاعه البانتون، وفيها حاجات تانية وصفات تانية للالوان تمام. بمجرد ما بنقل منهم بيختار لي ست تانية من الالوان تمام، تقدر تختار منها. هنلاحظ ان هو ما بين ست والتانية بيبتدي يغير الوصفة. يعني احنا كنا المرة اللي فاتت ال اي بي، دلوقتي بقينا سي ام واي كي تمام. دلوقتي احنا خلصنا تقريبا الكالر بيكر تمام. هنرجع لكلمة بيكر تاني هيرجعنا للمود اللي احنا كنا فيه تمام، وهنقول له كانسل. وتعالى الدرس الجاي نشوف حاجة تانية.